أهلا بكم أعزائي المتابعين في هذه الحلقة الجديدة. سنستمع فيها إلى قصة فتاة اسمها سارة، عاشت عدة تجارب اقتراب من الموت. وهي تقول: مررت بعدة تجارب لأنني أعاني من حالة صحية نادرة تتعلق بالأعصاب. المرة الأولى حدثت فيها معي التجربة عندما كان عمري حوالي 5 سنوات في عام 1992، وآخر مرة عندما كنت في 16 من عمري عام 2003. كنت ألعب مع أختي في حديقة رملية، وكانت تتسلق فوق عنكبوت مصنوع من الحبال. تسلقت للانضمام إليها، وفجأة شعرت أنني لست بخير وأخبرتها بذلك. أصبت بعدها بألم شديد وسقطت من على الحبال. وجدت نفسي خارج جسدي. أتذكر الشعور بأنني تحركت بسرعة لا يمكن تصورها، ودخلت في نفق ورأيت العديد من الصور. وأتذكر أنني لم يعد لدي أي ألم عندما غادرت جسدي. عدت إليه سريعا وكنت باردة جدا، لكني ذهبت إلى ذلك المكان كثيرا فيما بعد. سأستخدم تعبير عدت أو ذهبت لأنني لست متأكدة من كيفية وصف هذا المكان دون تشويهه، لأنه ليس مكانا، إنه في كل مكان، فهو بعيد جدا وقريب في نفس الوقت. أتذكر أنني أخبرت والدتي عن كل مرة أغادر فيها جسدي أو أموت، لكنها كانت مقتنعة بأنني أعاني من مشكلة صحية، وفحصني ما لا يقل عن 10 متخصصين، لكنهم لم يستطيعوا تحديد مشكلتي لأن فحوصاتي كانت سليمة، باستثناء آخر متخصص فقد شخص حالتي على أنها تحدث نتيجة انفصال عصب معين، ولذلك كنت أفقد الوعي. في 12 من عمري أيضا غادرت جسدي في وقت آخر بعد التشخيص، ثم عدت إليه. لازلت أذكر ذلك النفق وكل تلك الصور التي رأيتها فيه. وعندما عدت إلى جسدي وجدت نفسي محاصرة في رؤية محدودة للحياة، وعالقة في عالم صغير جدا. بعد عدة سنوات عندما كان عمري حوالي 16 عاما، عدت إلى هناك. في إحدى الليالي عندما كنت مع عدد قليل من الأصدقاء، كنا جميعا نجلس أمام التلفاز، وكنت جالسة على الأريكة بينما كنا نشاهد فيلما، وبدأت أشعر بالسوء. طلبت على الفور إيقاف الفيلم لأنني لم أكن على ما يرام. أصبح كل شيء من حولي ضبابيا، وأصبحت الأصوات بعيدة. شعرت أنني كنت أغادر جسدي، وعرفت أنني سأعود إلى هناك. كان الألم شديدا وكأن قلبي توقف عن النبض. هذا الألم هو أقوى الآلام الجسدية التي عشتها في حياتي، واعتبرت أنه الثمن الذي يجب علي أن أدفعه للذهاب إلى هناك. بعدها تغير كل شيء. تركت جسدي ولم أنظر إليه لأنني لم أرغب في ذلك. نظرت فقط إلى النفق والنور وانجذبت إليه. كنت أعرف هذا المكان وكل شيء عنه. لم يكن لدي المزيد من الأسئلة ولا المخاوف ولا القلق. شعرت بالراحة والسلام يغمرني. لم أعد أخاف من الألم أو أي شيء لأنني اعتدت على هذا المكان. تحركت بسرعة في النفق. كانت جدرانه مغطاة بالصور كما في السابق، ورأيت نفسي في جميع الصور. أتذكر أنني توقفت لإلقاء نظرة فاحصة على إحدى هذه الصور، وفيها كنت أجلس في مؤخرة سيارة حمراء مكشوفة وأسير في مكان مشمس. كان معي 5 أشخاص في السيارة وكنا جميعا سعداء. لم أتعرف على نفسي والآخرين، فقط عرفت أنها أنا.
برغم أن جسدي كان مختلفاً تماماً عن الجسد الذي أملكه اليوم. تأثرت كثيراً بتلك الصورة لأنها احتوت على ذكريات مهمة بالنسبة لي. فكرت في أن هذه الصور يمكن أن تكون لذكريات حياتي السابقة المخزنة في روحي. وعندما وصلت إلى نهاية النفق، شعرت بالنقاء والصفاء. صار كل شيء بسرعة كبيرة، لكن بطريقة ما كان لدي الوقت لرؤية كل الصور إذا أردت ذلك، برغم أنه لم يكن هناك وقت وكأنه لم يعد موجودا. من الصعب وصف هذا الأمر لأننا من المستحيل أن ندركه في حالتنا الجسدية ونحن على الأرض. وعندما خرجت من النفق، وجدت نفسي في مكان أبيض بالكامل مصنوع من النور. لم يكن هناك شيء مادي، فقط النور الأبيض الهائل. لم يكن هناك بداية أو نهاية. كان الأمر أشبه بكوني داخل بحر من الضوء اللامتناهي مع موجات وردية لطيفة. لم يكن النور يعمي العين وكان جميلا جدا، والجو كان دافئا. هذا المكان الأبيض مليئا بالحب والعذوبة والدفء والسلام. لكني شعرت بذروة الحب عندما وجدت أمامي ثلاثة أعمدة هائلة من النور. كانت هذه الأعمدة كائنات أثيرية، شعرت نحوها بحب لم أشعر بمثله مطلقا. هذا الحب الذي يكنونه لي والذي أكنه لهم لا يوصف. شعرت أن لا أحد على وجه الأرض يعرفني أكثر مما يعرفونني هم، وأنني لا أعرف أحدا في حياتي مثل ما أعرفهم. أنا جزء منهم لأنهم جزء مني، حتى أختي التي أنا قريبة جدا منها أو والدتي بدوا بالنسبة لي ولا يزالون وكأنهم غرباء مقارنة بأولئك الكائنات النورانية الثلاثة. علمت أن هناك الكثير من هذه الكائنات التي أنتمي إليها، إنهم عائلتي. لا يمكنني وصف هذا الحب لأنه يتجاوز فهمنا للحب الذي نعرفه، ولا يمكننا أبدا مقارنته به، لأن الحب الذي نعرفه على الأرض ليس حبا حقا، بل هو بمثابة مدرسة لتعليمنا ما هو الحب. فنحن هنا ندمر الحب ونغيره، معتقدين أننا نعرف ما هو، لكن الحب هو كل شيء، ويجب علينا فهمه جيدا. تحدثت معي تلك الكائنات الثلاثة النقية بطريقة مختلفة. لقد استخدموا أفكاري وذكروني أنني اخترت أن أتجسد على الأرض، وأنه يجب علي العودة. عرفت وأنا بجانبهم أن كل شيء يعود إلي. أعطوني الكثير من الحب. كنت في بيتي وأردت البقاء بشدة. لم أرغب أبدا في المغادرة، لكن كان علي العودة. هكذا كان يجب أن يكون. أتذكر أنني ضحكت معهم كثيرا. لقد فهموني، لأنهم يعرفون صعوبة التجسد كما كنت أعرف ذلك قبل أن أتجسد على الأرض. كنت صغيرة جدا مقارنة بهم. لم أراهم بالكامل، كانوا طوالا جدا، والنظر إليهم كان يشبه النظر إلى سحابة نمت من تربة الأرض لترتفع إلى السماء. لم أرى وجوههم أو أيديهم أو أرجلهم، لا أعرف حتى إذا كان لديهم أي منها. كانوا مصنوعين من النور، وهذا النور كان حبا، عرفت ذلك جيدا. كانوا مثل عمود من النور نقي وجميل. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني أن أصفهم بها. إن المكان الذي قابلتهم فيه كان مجرد مكان انتقالي رائع، مثل تقاطع بين عدة عوالم أو عدة أكوان. لكن في هذا المكان لا توجد مخاوف ولا نقص في أي شيء.
كنت أشعر أنني امتلكت كل شيء. لم يكن هناك إلا الحب النقي وغير المشروط. لم تكن هناك قواعد، وكل القرارات كانت تعود إلي. لم يقرر أحد من أجلي. ساعدتني هذه الكائنات النورانية الجميلة في العودة إلى الأرض. لا أعرف كم من الوقت بقيت هناك. من الممكن أن يكون شهراً مثل ثانية أو سنة مثل يوم. من المستحيل أن أحدد. وهكذا عدت ونزلت في ذلك النفق ورأيت الصور. بعد النفق دخلت غرفة المعيشة وكنت في السقف. رأيت جسدي ممدداً على الأريكة، وجميع أصدقائي حولي كانوا في حالة قلق شديد. عندما عدت إلى جسدي كان الأمر صعباً للغاية، وكنت أتألم ألماً جسدياً، ولكنه كان أيضاً ألماً في روحي. كنت أختنق وشعرت بعدم الارتياح والبرد، كأنني كنت في بحيرة هائلة من المياه النقية والدافئة مغطاة بالحب، وتمدد وجودي إلى السماء. ثم فجأة وجدت نفسي كأنني داخل صندوق صغير مفتوح على سماء ممطرة ومظلمة في شارع بارد مهجور في مدينة. فتحت عيني، أردت أن أبكي وأن أرحل. رأيت أصدقائي وقد أصيبوا بالذعر، تحدثوا معي وانتظروا إجابة مني، لكنني لم أرغب في الرد. شعرت بالضيق كما لو كان خطأهم أنني عدت. بالطبع لا علاقة لهم بهذا. وهذا الشعور بالضيق استمر فقط لبضع ثواني. خلال الساعة التالية لم أتحدث إلا قليلاً. كان الأمر كما لو أن مجهود التحدث أثقلني. طرحت عليهم سؤالا واحدا فقط، كم من الوقت كنت غائبة؟ فقالوا 40 أو 50 ثانية. كان هذا لا يصدق. شعرت وكأنني كنت هناك لمدة 10 سنوات. هذه الرحلات هي أعظم تجارب حياتي. لا شيء سيصل إلى ذروة مشاعري وعواطفي خلال هذه اللحظات. من الصعب التكيف مع الأرض بعد العودة من مكان أعلى وأجمل. أعتقد أنني لم أتأقلم أبداً مع هذا العالم. أعيش وأحاول أن أبذل قصارى جهدي لإكمال سبب جئت من أجله. لقد عانيت من الاكتئاب والرغبة في الموت، لكنني لم أكن لأقتل نفسي أبداً، لأنني أعرف مدى أهمية الحياة وثمنها. قضيت كل تلك السنوات في انتظار نهاية هذه الحياة، وأنا أشعر أنها مضيعة لوقتي. أعتقد أن تجسدي هنا أصعب مما كنت أعتقد، والشعور بالوحدة ثقيل للغاية. لم أتحدث عن تجربة الاقتراب من الموت لأمي أو أختي أو أصدقائي. لم تكن لدي رغبة في التواصل حول هذا الموضوع إلا مؤخرا. أردت التحدث عنها ومشاركتها والتوقف عن صمتي، لكن من الصعب بالنسبة لي أن أجد ذهنا متفتحا وآذانا صاغية لمثل هذه القصص. انتهت التجربة. يرجى مشاركتنا آراءكم في التعليقات، وشكرا لحسن استماعكم.